صباح الخير مرة أخرى متابعينا ومشاهدينا الكرام، رجعنا لكم بعد الفاصل الإعلاني القصير. ولا دائما يعني يكون ببرنامجنا كثير من الضيوف وتسلط الضوء على الأمور التربوية، باعتبار أنه يعني وزارة التربية أو المدارس هي يعني مصنع هذا الجيل، وعلى أساس هذا الجيل راح يبني العراق، راح يبني الوزارات، راح تبنى الأمور اللي يعني الموسم راح يبنيها هاي المحافظات المنكوبة. أكيد طلابنا اللي هسه هم المدارس اللي دي يدرسون، وعلى هالأساس تضافين اليوم ست هيفي فرهاد، صح للغلط؟ صح. صح. الاسم صحيح. ست هيفي أكيد هي معاونة شؤون الطلبة بمدرسة النور الأهلية. أكيد نقول لك صباح الخير. صباح الخير عليكم. نورتينا وأهلا وسهلا بيك. أشكر استضافتكم. أهلا نشكرك. يسعد صباحك. صباح الخير. أهم شيء ريلاكس. أكيد. وضع طبيعي. طبيعي. إحنا ما حبينا نشوف نفسنا. تشتتت الموضوع. أكيد. كم طالب أنت مثل معاونة عملت حسب ما عرفت مو صحيح؟ نعم. يعني متوقفون بالساحة. نعم. كم طالب يكون قدامك؟ 389 طالب بالأساسية و116 طالب بالإعدادية. ما شاء الله. يعني نقول 400. 500. نعم. تخاف هاي الحديدة السوداء يعني؟ شو الحديدة السوداء؟ لا هي مو خوف، بس هي ارتباك احيانا اذا شخص اول مرة طالع. نريد تكونين ريلاكس على مود ناخذ منك كل المعلومات المطلوبة. اهلا وسهلا بيك ونورتينا. اللي يسمع مدرسة النور الاهلية اليوم هو هاياكم مدارس اهلية، سواء ببغداد، سواء باربيل، حتى نفسها منافسيكم هنا بالمدارس الباقية. نعم. شنو اللي يميز مدرسة النور الاهلية؟ انا اليوم عندي ابني يردس ابني يعني من يجي؟ ان شاء الله. هذا سجله بالمدرسه، شنو اللي تتميز مدرستكم عن المدارس الباقيه بحيث انا اترك كل هاي المدارس؟ مو صحيح؟ بالفعل. واجي اسجل ابني يومكم. اولا احب انطي فكره عن مدرسه نور الاهليه، هي اول مدرسه عربيه تاسست باقليم كردستان. حلو. عام 2011. من العام صارت تحت رعايه مؤسسه قشه للتربيه والتعليم، اللي هم عندهم عده معاهد مثل معهد الكمبيوتر واداره واقتصاد والنفط ومعهد طبي وعده مدارس اهليه. مدرسة النور الأهلية حاليا تحت إدارة أستاذ قاسم وست شعلة. اللي يميزها إنه إحنا صفوفنا نموذجية. تعرفون هسه صار جيل الإلكترون، الأطفال كلهم يحبون الإلكترونيات. إحنا نقدم لهم إنه الإلكترونيات بس التعليم عن طريق الإلكترونيات. يعني بكل صفوفنا نستخدم الداتا شو، السمارت بورد. أساتذتنا كلهم أكفاء، ماخذين دورة طرق تدريس. وماخذين دورة علم نفس. حتى أي مشكلة ما يواجهون داخل الفصل الدراسي. نعم. والصف مالتنا ما يكون بها أكثر من 20 طالب. عندنا عدة مختبرات، علوم، فيزياء، كيمياء، أحياء، كمبيوتر. إحنا نريد مو بس نعلم الطالب المادة الدراسية، نريد نشوف ميوله، نطلع إبداعاته. مثلا أعتقد أنتوا حضراتكم مستضيفين سابقا طالب عندنا مبارك العازف. العازف ما شاء الله هو أحد طلابنا. أي. عندنا طلاب يعني واصلت بهم درجة إنه يصممون ألعاب كمبيوتر، يعني ينافسون بها وموجودة على البلاي ستور. يعني هاي الألعاب اللي هم مصممين، هم اللي مسويها، هم اللي مسويها ما شاء الله. أنا أطلب من الطلب اليوم يعني أي طالب موهوب صراحة يستاهل إنه يكون موجود عندنا ببرنامج أو حتى ببرامج أخرى. يعني عندي طلاب يعني يكتبون أشعار يعني. حلو. عن العراق يعني. راحت عليك احمد هندي. عندنا مطربين مقدمين يعني عرب ايدول يعني ما شاء الله. يعني بهالوسع هذا نطاق يعني واسع، اذا مو فد شيء بسيط الموضوع. طيب انا سمعت صراحه من بعض الاصدقاء والاشخاص اللي اعرفهم انه اكو هناك سوء معامله من قبل الاداره، وانه اكو هناك طلاب تعرضوا لحوادث تعنيف معينه من قبل مدرستكم. هل فعلا هذا الخبر يعني لا صحيح طبعا او مجرد كلام؟ لا، احنا مستحيل نستخدم العنف ضد اي طالب، وكل الصفوف اللي متواجدين بها الطلاب بها كاميرات مراقبه صوت وصوره، فمستحيل يعني اي استاذ يقدر انه يستخدم العنف ضد طلابنا. خلف الكاميرات والكواليس يقولوا لي وين لقيتي السؤال؟ هذا السؤال لقيته من احد الصديقات اللي هو ابنها بالمدرسه، فاعتقد في يوم من الايام صار في اشكال بينه وبين صديقه اللي بنفس مدرستكم، فقالوا لي انه اكو هيك تفاصيل. قلت ما معقوله، لانه هي المدارس الاهليه اليوم تتميز لانه لا اهليه، فبالتالي يكون خاصه من مدرسه صارت تحت رعايه مؤسسه قشه للتربيه والتعليم. فاحنا مسؤولين انه بالمدرسه على السنه الحاليه احنا متواجدين بها، وتحت ادارتنا ما صار اي حادثه من هذا النوع. كلش حلو. طيب ست قلتي لي انه احنا نحاول نكتشف مواهب الطلاب هذول او ميولهم، يعني اذا واحد ممكن يكون هو ميوله موسيقيه نحاول نعلمه فد اله معينه بالضبط حسب الاله اللي هو،
هل اكو فد شخص مسؤول على هيك شيء اكتشاف المواهب خلينا نقول اذا صح التعبير؟ عندنا اساتذه اكفاء يعني من كل الاختصاصات، كان عندنا استاذ عبيده بالموسيقى بالضبط، وعندنا ست اسماء اكيد تحياتنا لهم جميعا، عندنا ست اسماء بالكمبيوتر هي تساعدهم على تصميم الالعاب. حلو. بعض اساتذتنا يعني مو فقط بالمدرسه يعني حتى بعد الدوام يعني يبقون ويا طلابنا ممكن لحد الساعه 4 او الساعه 5 ينطوهم دروس اضافيه حتى يعني نكتشف انه هم شنو ميولهم. كلش حلو، هي يعني اهم فقره احنا نحتاجها اليوم عبد الله بكل مدارسنا، يعني مو بس المدارس الاهليه، يعني اتمنى حتى المدارس الحكوميه، يعني مو كل الاشخاص مو كل الاشخاص يقدرون اليوم يدفعون المبالغ الاقساط ويخلون اولادهم بالمدارس الاهليه. اصلا مو نفس على الفلوس. انا يمين صار عندي فضول اعرف. لا احنا طالين رخاص انتو ست. لا احنا اقساطنا مناسبه لان تعرف هسه الوضع ناس كلهم نازحين ويعني وضع المادي مو مثل قبل، فاقساطنا يتناسب ويا الوضع الحالي باقليم كردستان. اكو استثناءات يعني مثلا النازح او مثلا اذا اخوين اثنين نفس المدرسه او اذا والدهم ممكن شهيد او هاي الامور عندكم استثناءات يعني يكون يتيم همين. بالضبط عندنا طلاب يتامى ماخذيهم اصلا مجانيا. مجانيا. ايه عندنا اولاد الشهداء، عندنا مثلا خصومات للاخوه يعني خصومات كبيره يعني، عندنا هالسنه كانت اصحاب المعدلات العاليه بالمرحله الاعداديه سوينا لهم خصومات تتراوح من 25 الى 100%. كلش حلو، طيب يعني هي المدرسه فقط تقتصر على اللغه العربيه او ممكن بها اللغه الكرديه وغيرها من اللغات؟ يعني هي اهم شيء اليوم. احنا منهجنا منهج العربي مال اقليم كردستان. اي نعم. بالنسبة للغة الكردية عندنا درس واحد، احنا نحاول انه ما نعطيها فقط منهج، نعطيها كمنهج بالإضافة إلى لغة، يعني الطالب مو بس يتعلم المنهج الدراسي، تعرف يفهم يعني العربي اللي جايين حاليا بإقليم كردستان يحتاجون اللغة الكردية يعني كلغة يمارسوها بحياتهم اليومية، وهذا الشيء يعني أعتقد يواجههم صعوبات بها، فاحنا ركزنا على أنهم بس ما نعطيهم المنهج الدراسي، لا، نعلمهم اللغة الكردية، عندنا طلاب صف أول صف ثاني مرحلة التمهيدي يعني اللي هم أول سنة يعني تقريبا عندنا. فيتكلمون لغة كردية عادية مثلنا. ما شاء الله، اي حلو، يعني هذا اذا استخدمتوها كلغة مو فقط كمنهج راح ياخذوه فيتطبع عندهم بالتالي، فيصير عندهم اللغة العربية والكردية لان هي حاليا اهم شيء مثل ما انت قلت. اكيد، وبالنسبة للغة الانجليزية ايضا عندنا دائما دورات نسويها، منهج فاملي اند فريند، هو سيستم لغة عالمي اعتقد، فدائما ننطيهم دورات بها، فمستواهم كلش جيد ايضا باللغة الانجليزية. كلش حلو. كلش حلو. تعلموني كردي ما اعرف. خلاص يخلص الامتحانات بعد 28 بالشهر ان شاء الله ادخل دوره عندنا بالصيف. كردي زين يعني؟ اكيد اكيد. خلاص انا ادرس. احنا ظلال عندنا هنا يعني بروفيشنال بالبيبي، فانا لازم اتعلم يعني ما يصير ظلال تعرف ما اعرف ما اقدر. هو اليوم ترى عبد الله بشكل عام اللغه ما اصبحت شيء صعب، اذا انت عندك المقدره عندك هذا الاندفاع ممكن انت تتعلمها، لكن الاهم من هذا انه المكان المصدر اللي راح يعلمك هاي اللغه حتى انت تتقنها بشكل صحيح. يعني مو بس مجرد دوره ودفع فلوس وتدخل وتطلع. انا مصدري يعني من الاصدقاء والمعارف يعني. واللغة أهم شيء بها الممارسة يعني بالضبط. لازم صحيح. حتى لو أنت تعلمتها بأي مركز تدريبي أو أي مدرسة لازم أنت تمارسها بحياتك اليومية يعني. صحيح. يعني ممكن مثل ما أنتوا تحكون عن التواصل الاجتماعي تسوي جروب واتساب أو فايبر. صحيح. جروب بين الأصدقاء الجوارين خصوصا أنت بين المجتمع الكردي فتتعلم. وهي المشكلة وين؟ هسه هن الكلمتين اللي أعرفهم بالكردي يعني. طبعا. أحاول إنه يعني أتعلم فت كلمة بعد وأسوي جملة يعني. اول ما طب على السوبر ماركت اقول له هاي الكلمتين عندي يجاوبني بالكردي يجاوبني بالعربي. تدري ليش؟ لان عرف انت اصلا عربي ما راح تقدر تكمل كردي. فماكو تشجيع يعني ماكو. تبدي بمحيطك تبدي باصدقائك. وهذا محيطه بالسوبر ماركت جاوبني. طيب ست حكيت لنا على الخصومات قبل شويه، اليوم هوايه عندنا بين قناه سامراء الفضائيه عندهم اطفال يريدون يسجلون مدرستكم، لهم خصومات خاصه ولا لا؟ اكيد ان شاء الله. انت على هوا هذا ما ينقاص. اكيد ان شاء الله. اكيد نورونا وشرفونا وزوروا المدرسه. انا منهم ترى انا من هسه حجزت لا زين. شرفونا بالمدرسه وشوفوا المكان وتدللون. شكرا جزيلا. ست اريد هسه قبل ما ننهي لقائنا ويا حضرتك عرفنا من معلوماتنا السريه، طبعا احنا عندنا همينه معلومات سريه يعني، انه انتم باشر عندكم مثل مهرجان. بالضبط. شنو هذا المهرجان؟ عن شنو يحكي؟ تقدر تحكي لنا عليه شويه؟ نعم احنا باشر مهرجاننا رياضي علمي فني. كلش حلو. نقول اللي تعلموه طلابنا خلال السنة الدراسية
باكر محصلتها. خلينا نقول مثل حفلة صغيرة لوداع طلابنا أو حفلة نهاية سنة دراسية. يعني مثل حفلات التخرج. مو مثل حفلات التخرج، لا بالعكس، اللي تعلموه نفذوه، طبقوه علميا. يعني شنو مادة تعلموها مثلا بالعلوم أو بالتاريخ، شنو مواضيعهم، نفذوها علميا. يعني مثلا عندنا بالعلوم سووا مجسمات علمية، أجرام سماوية، تجارب علمية مثلا الثلج الحارق، التقطير، وصلت لدرجة سووا تجربة انه يحرقون يدهم يعني، بس هو اكيد ما يحترق من صدق، بس يعني تشريح. يعني راح يتم عرضها بكرة ان شاء الله. بالضبط، عندنا المدينة الفرعونية، قواعد عسكرية يعني بالاجتماعيات، اعمال يدوية. حضراتكم قبل يعني مستضيفين ست ايمان همينه، ست ايمان شريده هي مسويه القسم الفني من المهرجان. نقدر نجي احنا نتفرج؟ تنورونا. بس انا عندي دوام، مشكله بالصباح. شو وقت الساعه بيش المهرجان؟ 9:30 والدعوه عامه للجميع. شكرا. ما انت ما عندك تقدرين تروحين، بس انا عندي دوام نفس الوقت هذا. الا اذا هسه مثلا استاذ مجد يشوفني يقول لي خلي عبد الله روح البرنامج، روح عادي، روح عوف البرنامج. تنورونا واحنا بعثنا دعوه لقناتكم. ونتمنى تجون تشرفونا. اوكي ان شاء الله ححاول بكره اذا قدرت. انت ممثله عنا وصورينا واحكي لنا الموضوع. بالضبط اي ان شاء الله راح انطلق اشوف كل هاي المهارات والفعاليات الحلوه ان شاء الله. ست هيبي نورتينا واهلا وسهلا بيك، وحلو المعلومات اللي اعطيتنا اياها، وعرفنا انه بعدها الدنيا بخير واكو تطور، مو معناها انه احنا بالعراق اكو بعض الاشخاص اللي يعني يصورون انه العراق بحرب بانفجارات، لا احنا شوفوا عراقنا شلون بمدارس اهليه صحيح، وبتطور حتى بمجال التعليم والتربيه ايضا، مو بس بمجالات عبد الله الاخرى. السلبيات والايجابيات بكل مكان اكيد. اي بس احنا نحاول الايجابيات تكون. بس هنا شو يصورون؟ يصورون انه ماكو بس سلبيات. بالضبط، سلبياتنا اكثر من ايجابياتنا، وهذا مو حقيقي الموضوع. فالحمد لله احنا ببرامجنا قناه سامراء الفضائيه سواء بالصباحي او ببرامج الاخرى نحاول نوصل فكره انه يا جماعه لا الدنيا بعدها بخير وعندنا ايجابيات اكثر من السلبيات. اكيد اكيد. اشكركم. شكرا لكم. شكرا لك. اهلا وسهلا.